المشاركة في مسابقة دخول السنة الأولى الإعدادية. حكومة الوفاق الوطني الليبية تعلن إحكام سيطرتها على مدينة سرت وتنفي تراجع قواتها أمام الهجمات الانتحارية لتنظيم داعش. أهلا بكم جميعا. استقبل رئيس الجمهورية السيد محمد عبد العزيز صباح اليوم بالقصر الرئاسي رئيس وأعضاء كتلة الوفاق الوطني برئاسة السيد يوسف الحرمه والبابانة رئيس حزب تمام، وعضوية السيد محمد والبربص رئيس حزب المستقبل، والسيد سيدي محمد والمحمد رئيس حزب الجيل الجديد. وبعيد لقاء أدلى رئيس كتلة الوفاق الوطني بالتصريح التالي للموريتانية: تم استقبالنا اليوم من طرف رئيس الجمهورية، شرفنا بمقابلته، بحثنا جميع المواضيع اللي تخص الوطن، تخص الحوار، وأعطيناه الرؤية اللي عندنا عن الحوار، وتكلمنا عن الآجال، وبدأنا يعني بكل أريحية أن الحوار مفتوح، وأن هناك بعض المسائل اللي كانوا شاعت تم طمأثنا عنها ما مجدود أخبارها، وهذا هو اللي جايبنا، واختيروا الأحزاب كاملة تلتحق بينا وتشارك في الحوار الوطني اللي ظاهر لنا على أنه هو اللي يلا يوخض موريتانيا من الأزمة اللي فيها الاجتماعية والسياسية والاقتصادية. وشكرا. خصصت لجنة العلاقات الخارجية بالجمعية الوطنية الاجتماع الذي عقدته اليوم برئاسة النائب محمد السيد والقلاي رئيس اللجنة لدراسة مشروع قانون يسمح بالمصادقة على المعاهدة المنقحة لإنشاء تجمع دول الساحل والصحراء الموقعة في نجامينا بتشاد بتاريخ 16 فبراير 2013 من طرف مؤتمر رؤساء الدول. وتابعت اللجنة خلال الاجتماع عرضا مفصلا قدمته الوزيرات المنتدبة لدى وزير الشؤون الخارجية والتعاون المكلفة بالشؤون المغاربية والإفريقية وبالموريتانيين في الخارج السيدة خديجة مبارك فال. استعرضت فيه الخطوط العريضة لهذه المعاهدة التي تأتي من أجل الاستجابة بشكل أفضل لتطلعات الدول الأعضاء وملء الثغرات المؤسسية وتصحيح معاهدة 4 فبراير 1998 المؤسسة لتجمع دول الساحل والصحراء. وستقوم اللجنة بناء على هذا الاجتماع بإعداد تقرير مفصل حول هذه المعاهدة من أجل عرضه خلال الجلسة العلنية التي ستناقش خلالها. انطلقت صباح اليوم على مستوى التراب الوطني مسابقة دخول السنة الأولى الإعدادية بمشاركة 77,500 مترشح، بلغت نسبة البنات من بينهم 51%. وقد أدى وزير التهذيب الوطني زيارة ميدانية لبعض المدارس في نواكشوط للاطلاع عن كثب على سير المسابقة. هنا من المدرسة رقم 8 بمقاطعة الإكسر بدأ وزير التهذيب الوطني السيد السلم والسيد المختار والحبيب زيارة الاطلاع والتفقد لبعض مراكز امتحان مسابقة دخول السنة الأولى الابتدائية وشهادة ختم الدروس الأساسية لهذا العام. الوزير تجول في مختلف قاعات الامتحان واطمأن على سير التنظيم والرقابة بها. وقد شملت الزيارة المركزين الواقعين بمدرسة سدوم بالميناء وناصر الدين بدار النعيم. قمنا اليوم بزيارة مراكز امتحان دخول السنة الأولى الإعدادية، امتحان شهادة ختم الدروس الإعدادية على مستوى ولايات نواكشوط الثلاثة، للاطلاع على الظروف اللي تسري فيها الامتحانات، ولاحظنا الحمد لله الظروف الجيدة وكل شيء على ما يرام، الامتحانات بدأت وقتها ولم يلاحظ أي خلل ولا أي مشكلة مطروحة للمترشحين بفضل الإجراءات اللي قامت بها الوزارة على مدة الأشهر الماضية. بدأت هذه الإجراءات بفتح سجل الترشح، بإعداد اللوائح وتدقيقها وإرسالها للإدارات الجهوية، كذلك بتوفير جميع المستلزمات المتطلبة في إطار تحضير هذه الامتحانات، وأشيد بالدور اللي قامت به المصالح الفنية، وكذلك التعاون الجيد اللي قامت به المصالح الجهوية والسلطات الإدارية، لأن عملية امتحان دخول السنة ولا عملية فيها لا مركزية أكثر من الامتحانات الأخرى. رئيس الاتحاد الوطني لرابطات آباء التلاميذ والطلاب رافق الوزير خلال هذه الزيارة وخرج بالانطباعات التالية: قايلين احنا الأمور تجري كما يرام، وراجين التلاميذ كاملين النجاح بصفة عامة،
بمناسبة الشهر المبارك اللي هو شهر رمضان. وقد بلغ عدد المترشحين هذه السنة أكثر من 77 ألف مترشح في 876 مركزا، وبلغت نسبة البنات من المترشحين أكثر من 50%. وعلى مستوى عاصمتنا الاقتصادية نواذيبو بدأت صباح اليوم مسابقة دخول السنة الأولى الإعدادية، ويشارك في المسابقة ما يزيد على 3000 متسابق يتوزعون على 30 مركزا في مقاطعتي نواذيبو والشام. بمشاركة أزيد من 3000 مترشح انطلقت على مستوى ولاية داخلة نواذيبو مسابقة دخول السنة الأولى الإعدادية دورة يونيو 2016، ويتوزع المشاركون في شهادة ختم الدروس الأساسية على 30 مركزا بين مقاطعتي نواذيبو والشامي، وتمثل النساء نسبة تزيد على 50%. والي داخلة نواذيبو السيد محمد فالو الأحمد يورا رفقة مسؤول الإدارة الجهوية أدى زيارة لعدد من المدارس بالمدينة، حيث تعرف على سير الامتحانات في كل مدرسة العريقيب وناصر زني. وخلال هذه المحطات وقفت السلطات الإدارية على مدى احترام المسطرات القانونية المنظمة لهذه المسابقة من التعليم القاعدي وما تم إنجازه من أجل انسيابية هذه العملية. بدأت اليوم على مستوى ولاية داخلة نواذيبو مسابقة دخول السنة الأولى إعدادية. تم تحضير لهذه المسابقة بتوفير جميع الوسائل وإعطاء جميع التعليمات الصادرة عن وزارة التهذيب الوطني للجان الرقابة، ثم كذلك تم توفير جميع المسائل اللوجستية والمادية المتعلقة كذلك بتحضير لهذه المسابقة، واليوم الحمد لله لم نسجل أي مشكلة. التلاميذ داخل قاعة الامتحانات أوضحوا أن سلة اليوم الأول لم تكن صعبة وجاءت من المقرر. زين، ما هو عرحتي؟ ان شاء الله. وهذا الامتحان انا كان جيدا جيدا وسهلا جدا. زين تبارك الله. زين وهوين اللي ما واعد. اباء التلاميذ المرابطون امام اماكن الامتحانات اكدوا ان ظروف الامتحانات جرت في ظروف عاديه، مطالبين بتحسين المحيط المدرسي. وجيت هون الساعه 7، وقطع اني جيت هون وريت هذا كامل قدامي منظم، تنظام زين وهدوء. الطالب اللي طالبين حتى لان هذه الكب احنا ضاره بنا وضاره بصحه اولادنا، ونختار ذا كامل نقلع عنه وتنظم مدرستنا. زين فتبارك الله احسن خلقنا، ما شاء الله تبارك الله، ما شفنا شيء قالوا عنهم ما وعر عليه. هذا وتدوم امتحانات دخول المرحلة الإعدادية يومان في 7 مواد، هي الحساب والتربية الإسلامية واللغة العربية واللغة الفرنسية، وكذا العلوم الطبيعية والتاريخ والجغرافيا والتربية المدنية. وفي جمهورية مالي انطلقت صباح اليوم مسابقة دخول السنة الأولى من الإعدادية على مستوى المدرسة الموريتانية في باماكو، وذلك وفق المقرر الدراسي الموريتاني. وقد أدى سعادة السفير الموريتاني في مالي السيد محمد المكحلة زيارة لهذه المدرسة، واطلع على ظروف سير المسابقة والإجراءات المتخذة لإنجاحها. وقد أصدرت وزارة التهذيب الوطني في إطار التحضير لهذه المسابقة جملة من القرارات الهادفة إلى إشاعة النظام وتوفير جو مناسب لسيرها، ولتعرف أكثر على مدى تجاوب التلاميذ وذويهم مع هذه القرارات نتابع هذا التقرير. حصاد عام دراسي كامل وتتويج مرحلة التعليم الأساسي في يوم المسابقة لدخول المرحلة الإعدادية، وفي هذا اليوم أخذ المحيط المدرسي هيئته التكاملية، التلاميذ وذووهم وطاقم التأطير والإشراف، عوامل المساعدة وعيون التعاطف أشياء حاضرة على الأقل خارج قاعات الامتحان، وتعاط مشهود مع التعليمات الصادرة عن قطاع التهذيب الوطني بخصوص ضبط الأمور. عند طفيل هون معدة كونكو، والحمد لله اليوم بعد تبارك الله ما فيه مشكلة، ما دخلنا معاهم وسط كو القدام تون تحرام تون ياخذ تون طوم صبوحهم، ولا دخل حد عنده هاتف. التزموا بعد بالتعليمات اعطتهم الوزاره ولا عنده، فتبارك الله اي مشكله. ونحن الامهات بعد ما لاحظنا شيء يا سوشيال. التلاميذ جاوا في وقت وكلهم عنده بطاقه تعريفه، حتى لاحظت شوي بعد الساعه 8:15 واحدين جاوا ولا جابوا ارقامهم، وبعضهم المدير الجهوي اللي هون دارهم في قاعه يتأكد منهم في اسمه وعطاهم الامتحان. وخارج ضغط الامتحان يتنفس المتسابقون الصعداء ولو لبعض الوقت في استراحة محارب لم يبرح أرض النزال. الرقابة زينة ما شاء الله، لا ترشق رقش. دخلنا قفد مقطوع، شقلنا اللاج معك،
أمن الله نجح. المعنيون بالإشراف والرقابة وصفوا الجو العام في هذا الجانب من مسابقة 2016 بالهادئ والمسؤول. هذا الامتحان إجراء بأحسن وضع وما غير أي مشكلة، المراقبين موجودين والشرطة هون، وشفتوا أنتم مغص ولاحظتوا أن الساحة ما فيها حد خالية، والأقسام فيها فيهم جميعا فيهم المراقبين، والمواد جاوا في الوقت. ويبدو أن أجواء الامتحان هنا أجواء فرح وتبادل الابتسامات بين الصغار المتسابقين، أما إعلان النتائج فسيختزل فرحة اليوم في من حالفهم الحظ فقط في تصدر اللائحة عبر الترتيب التنازلي. حظا سعيدا. والآن نفتح صفحتنا الخاصة بشهر رمضان المبارك، وذلك بعد الفاصل. احتضن الجامع الكبير في العاصمة ظهر اليوم محاضرة بعنوان مخاطر الغلو والتطرف على الأمة، ألقاها الأستاذ الفقيه خاديل والمحمد عبد الرحمن. وتأتي هذه المحاضرة ضمن سلسلة المحاضرات التي تنظمها وزارة الشؤون الإسلامية والتعليم الأصلي طيلة أيام شهر رمضان الكريم. التدين هو أن يعبد الله بما شرع، ومن زاد فقد غلا، والجهل سبب لكل داء، ومن عنده علم بالكتاب والسنة وما دل عليه لا يتصور وقوعه في الغلو والتطرف. حقائق أكدتها بالدليل وتناولتها بالتفصيل محاضرة ثامن أيام الشهر المبارك. مهد الأستاذ الفقيه خادم عبد الرحمن لهذا الموضوع بالقول إن هذا الدين دين تيسير ورحمة، فبه ارتفعت الأسرار والأغلال والحرج، ثم تطرق إلى تبيان حقيقة الغلو والتطرف. فالغلو منهي عنه في كتاب الله تبارك وتعالى، وأصل الغلو في اللغة الارتفاع والزيادة في الحد. فالغلو من الناحية المعنوية في العبادات وفي الأعمال زيادة في العبادة أو زيادة في النكير أو زيادة في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر عما كان عليه محمد صلى الله عليه وسلم. وكذلك التطرف أصله من تطرفت الدابة إذا أكلت منها هنا وها هنا حتى ضلت عن القطيع الذي كانت ترعى معه، وإنما يأكل الذئب من الغنم القاصية. وكذلك المتطرف في دينه وفي فهمه لكتاب الله تبارك وتعالى وفي فهمه لسنة النبي صلى الله عليه وسلم فارق الجماعة. واستعرض المحاضر تاريخ هذه الظاهرة مستطرداً أن اختلاف الناس في تأويل نصوص الوحي بعد انتقال النبي صلى الله عليه وسلم إلى الرفيق الأعلى كان بداية لنشوئها، وأن أهل الغلو خرجوا على الصحابة بدافع التعصب الأعمى. وعن أسباب هذه الظاهرة ذكر الفقيه أن الجهل بفقه الأولويات وفقه الفتوى وعدم فهم الإسلام على حقيقته والبعد عن العلماء والتعالي والشعور بالكمال بذور أنبتت الغلو والتطرف، مذكرا في هذا الصدد أن الأمة الإسلامية لم تؤت إلا من قبل تحريف الغالين وانتحال المبطلين وتأويل الجاهلين. موضوع محاضرة اليوم لأهميته وصلته الوثيقة بالواقع استأثر باهتمام ومتابعة مرتادي الجامع الكبير. هذا دين الألفة والمحبة والشفقة والرحمة والتسامح، ووصي المسلمين كان بتقوى الله. التطرف والغلو أمر خطير على الأمة الإسلامية، ونرجو من الشباب وجميع الأمة الإسلامية توحيد الصف والابتعاد عن التطرف وعن المشاكل والفتن. ولجمعها بين شرف الزمان والمكان وأهمية الموضوع كانت الدروس والمحاضرات الرمضانية مهوا لأفئدة كثيرين يجعلون من حضورها فقرة ثابتة في يومهم الرمضاني. وننتقل إلى ولاية تير الزمور لرصد أجواء شهر رمضان المبارك. تقريرنا التالي يرصد إقبال المواطنين في زويرات على الأسواق لاقتناء حاجياتهم الضرورية لتحضير المائدة الرمضانية. رغم مضي ما يزيد على أسبوع على بداية شهر رمضان، لا تزال سوق مدينة زويرات تستقطب مزيدا من الصائمين الراغبين في جلب ما يمكن أن يدخل في تركيبة الوجبات الغذائية الرمضانية. خضروات ومواد غذائية ومرطبات بالجملة غصت بها أكبر أسواق المدينة، وهي تتزين خلال شهر رمضان علها تكسب اهتمام الصائمين المتبضعين.
أجواء رمضان زين الحمد لله. يقير الأسعار بالنسبة للناس البسيطة ياتهم يهونهم عليهم طبعا الشعب موسيا كامل في مستوى المعيشي. نختار نقول على الأسعار في الزوارات أنها معقولة ومتناول الجميع، والبضائع متوفرة ومتنوعة، الأسواق تبارك الله مكتظة بالمشترين. الخيرات هنا أنا ياسري يا غير واعري واعري حتى مولي. ويلعب مثل هذا النوع من السيارات التي انتهى عمرها الافتراضي دورا مهما في تغذية السوق من البضائع والخضروات واللحوم البيضاء المستجلبة عبر القطار من مدينة واذبو، في دلالة على إصرار التجار العاملين في السوق والناقلين على توفير جميع ما يحتاجه الصائم. نحن هون في السوق الزويرات نستغل في الهوس، دائما نمشي في واذبو نجيب الهوس على طريق القارب، الحمد لله رب العالمين. نجي رمضان نخفف على الناس للسعر باس يعاونهم على مئيستهم. وبعد استجلاب المواد الغذائية الضرورية يجتمع أفراد الأسرة على وجبة الفطور في نهاية صوم يوم من الشهر الفضيل، متزودين بما تيسر لاستئناف الصوم في يوم جديد. سيد أحمد البوكار سيرة، الزورات، الموريتانية. وخلال هذا الشهر المبارك تعرف مادة الحلويات إقبالا متزايدا من المواطنين، الشيء الذي انعكس إيجابيا على حركية سوق هذه المواد. خلال ليالي الشهر الفضيل يتغير النظام الغذائي عند أغلب الصائمين، حيث تستقطب مادة الحلويات اهتمام الكثيرين بحكم حاجة جسم الإنسان إلى السكريات بعد يوم طويل من الصيام. الخامسة ونص يتم الإقبال حتى السابعة قبل الفطر. أشبه أنواع الحلويات شنو الناس؟ هي جنواز ونقاتو مكونة من اللبن وبعض العصائر الأخرى. بالنسبة للأنواع الأخرى تنباع غير ما هي بصفة عامة. أنواع مختلفة من أصناف الحلويات تتوفر في المحلات، رغم أن البعض يفضل المصنعة منها منزلياً. عدلوا كرب والسمبوسة في الدار، يقتروا داش معدل في الدار بدي عودة أكثر ما صقوله نعم. عينا نعمله في الصحور، الفطور نعمله داش معدل في الدار. الثقافة الغذائية المحلية تشهد تطورا ملحوظا يتجسد في توافر مواد جديدة ظلت إلى عهد قريب غائبة عن المائدة الموريتانية. نشرتنا تتواصل، وفي ملف هذه الليلة تتابعون تحضيرات قمة نواكشوط، خطوات حثيثة نحو تنظيم قمة ناجحة. عقدت المنظمة الموريتانية لدعم ودمج المصابين بالمهق اليوم بمقر نقابة الصحفيين الموريتانيين في نواكشوط مؤتمرا صحفيا بمناسبة اليوم العالمي للمصابين بالمهق. ويهدف تخليد هذا اليوم إلى التحسيس بوضعية المصابين بالمهق وضرورة إدماجهم في المجتمع باعتبارهم أفرادا كغيرهم، ولا تنقصهم إلا صبغة الميلانين المسؤولة عن لون الجلد. ووضح النائب الأول لنقيب الصحفيين الموريتانيين سيد محمد الحافظ الغابد بالمناسبة أن النقابة تواكب مختلف الهيئات المهتمة بأوضاع الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة، مبرزا أن المنظمة تسعى من تخليد هذا اليوم إلى إبراز ضرورة الاهتمام بهذه الشريحة. أعلنت قيادة عمليات البنيان المرصوص أن القوات التابعة لحكومة الوفاق الوطني ليبيا تحكم السيطرة على مدينة سرت الواقعة في وسط ليبيا. ونفت غرفة عمليات البنيان المرصوص تراجعها عن مواقعها داخل المدينة. نفت غرفة عمليات البنيان المرصوص تراجعها عن مواقعها داخل مدينة سرت وسط ليبيا عقب 3 هجمات انتحارية نفذها مسلح تنظيم الدولة، معلنة أن القوات التابعة لحكومة الوفاق الوطني الليبية تحكم السيطرة على سرت. ويتحصن مقاتلو التنظيم في المنازل ويعتمدون بشكل رئيسي على السيارات المفخخة التي يقودها انتحاريون، وتنطلق من الأحياء السكنية مستهدفة تجمعات القوات الحكومية
في محاولة من التنظيم لاستعادة السيطرة على ميناء السرت. ونفذ تنظيم الدولة هجمات بسيارات مفخخة يقودها انتحاريون استهدفت 3 مواقع لقوات البنيان المرصوص في غرب المدينة وجنوبها، مما أسفر عن مقتل 4 وإصابة أكثر من 70 آخرين. واستهدف أحد هذه التفجيرات المستشفى الواقع على بعد 50 كيلومترا غربي المدينة، مما أسفر عن تدميره، بينما استهدف التفجيران الآخران موقعين عسكريين. وانطلقت عملية البنيان المرصوص الهادفة إلى استعادة مدينة السرت من سيطرة تنظيم الدولة قبل شهر بطلب من حكومة الوفاق الوطني المدعومة من المجتمع الدولي. أخبار الاقتصاد مع الزميل الغالي متاع مرشين. مساء الخير مشاهدينا الكرام، أهلا بكم إلى أخبارنا الاقتصادية لهذه الليلة. حافظت أسعار المواد الأساسية على مستواها الاعتيادية، وذلك مع دخول الأسبوع الثاني من شهر رمضان المبارك، ويقبل المواطنون على شراء المواد الأكثر استهلاكا في هذا الشهر الفضيل. وتعد التمور واللحوم الحمراء والخضروات من بين السلع الأكثر رواجا خلال رمضان، وذلك مع تسجيل بعض التحسن في مستوى إقبال المواطنين على شراء مواد أخرى كالفواكه والمكسرات التي بدأ استعمالها يدخل العادات اليومية للموريتانيين. الآن إلى أسعار أهم العملات العالمية مقابل الأوقية حسب آخر بيانات البنك المركزي الموريتاني. حذر صندوق النقد الدولي من خطر أزمة ديون الشركات في الصين على الاقتصاد العالمي، مذكرا بما حدث العام الماضي من اضطراب في أسواق الأسهم الصينية، كذا يهوي بأسواق العالم الرئيسية إلى أزمة كارثية. ويبلغ حجم ديون الشركات ما يصل إلى 145% من الناتج المحلي الإجمالي للبلاد، ويبدو أن الإجراءات التي تتخذها السلطات الصينية للحد من مخاطر المشكلة لم تنجح تماما. وساهم في تفاقم المشكلة تسهيل الاقتراض منذ العام الماضي لتشجيع الاستثمار والحفاظ على نسب نمو اقتصادي عالية. شهد اقتصاد منطقة اليورو نموا بأعلى من التقديرات الأولية في الأشهر الثلاثة الأولى من العام الحالي بدعم من إنفاق الأسر واستثمارات القطاع الخاص. وأظهرت القراءة الثانية للنمو الصادرة عن وكالة الإحصاء الأوروبية يوروستات اليوم نمو الناتج المحلي الإجمالي للمنطقة 0.6% عن الربع السابق، بعدما أشارت التقديرات الأولية لنمو ليصل إلى 0.5%، كما ارتفع بنسبة 1.7% على أساس سنوي بدلا من 1.5%. وارتفع إنفاق القطاع الخاص في منطقة اليورو إلى 0.6% في الأشهر الثلاثة المنتهية في مارس من 0.3% في الفترة السابقة، بينما تباطأ نمو الإنفاق الحكومي إلى 0.4% من 0.5%. وفيما يلي مشاهدينا نتابع تطورات أهم الأسهم والمؤشرات في الأسواق المالية العالمية. النشرة الاقتصادية، أعود بكم مرة أخرى إلى فتن وباقي النشرة إلى اللقاء. في بقية هذه النشرة تتواصل في العاصمة نواكشوط تحضيرات القمة العربية التي ستحتضنها بلادنا خلال الفترة القليلة القادمة. وقد شكل تنفيذ الأشغال في العديد من الطرق وتوسعتها وتحضير البنية التحتية الفندقية أبرز الملامح خلال هذه الأيام.
في زمن السباق والسباق مع الزمن تتحدد المواقف وتهون المصاعب، أي باختصار أن الجمهورية الإسلامية الموريتانية تصدرت السباق فنالت ثقة استضافة القمة العربية، وهنا كان السباق مع الزمن تحضيرا لأبواب موريتانية جاهزة مشرعة على ضيافة الكرم وكرم الضيافة. تعددت مسارات التحضير على الأرض وتتابعت الجهود تلو الأخرى، ووصل الليل بالنهار لتتجلى عظمة الجد عند الاقتضاء. الله اللي عن انعقاد القمة هون مفيد، أولا هي قمة عربية مستضافتها موريتانيا، معناها مستضافة أشقاء وإخوة وجيران، وهي معروفة أصلا بكرم الضيافة وحسن الاستقبال، ويا الله ذيك الناحية ما يختل منهش. الناحية الثانية أيضا انعقاد القمة في بلد، نجاح ذيك القمة يترتب عليه جاهزية ذاك البلد وتحضيره الجيد على جميع المستويات. محاور الطرق الرئيسة عرفت تحسينات وإضافات في وسطها وعن يمينها وعن يسارها، وعلى امتدادات تفوق أطوالها عشرات الكيلومترات. ورشات وكلت مهام تنفيذها إلى أيادي وطنية نفذت ميدانيا ما رسمت الدولة الموريتانية من خطط رصدت لها إمكانات معتبرة لتحويل البنية الطرقية في عديد أنحاء العاصمة إلى واجهة تناسب تطلعات المواطن وتليق بحجم الحدث وخصوصية المناسبة. القمة العربية المقبلة رسالة شعب ونداء أمة، ومن غبار ورشات وكشوط تتعزز الثقة في الجهود الميدانية على أكثر من محور من الطرق التي بدأت تأخذ هيئة جديدة، وبدأ المراقب في وضع حسابات لمستقبل موريتانيا وهي تعبر على طريق سالك بأرصفة محكمة البناء. جوانب من التحضير وكسر جدار الصمت، علت بأصواتها ونطقت بإرادة من حديد تحيل إلى أن السمة البارزة لتحضير القمة العربية في نواكشوط أبرزت تعاطيا كبيرا من قبل سلطات البلد مع كل ما يؤسس للانطلاق من القاعدة البنيوية بكل الوسائل ليتوصل إلى القمة بما تستحق. أعتقد أنه اتخذت الكثير من الخطوات يعني لخلق الظروف الملائمة لعقد هذه القمة، سواء من الناحية الأمنية، وهذا الجانب ياسر من الناس قاع ما يلاحظوا لا يعرفوا، ولكن هو موجود ويعني تعبئة ويعني بشكل غير عادي، وبالتالي لن يكون هناك إن شاء الله أي قلق ولا أي خوف ولا أي يعني مشكلة فيما يتعلق بالجانب الأمني يعني خارجي وداخل العاصمة بحول الله. والجانب الآخر أيضا لحقيقة لعلم بهذا الشيء هو التحضير للبنية التحتية، سواء ما يتعلق بالإقامة، يعني احنا شهدنا الآن يعني الحسن الحظ يعني الفترة قصيرة من الفترة الماضية يعني ما كانت فيه فنادق يعني ولا كانت فيه أماكن للضيافة، يعني الآن الحمد لله بدأت يعني تكاثرت أماكن الضيافة وتكاثرت الفنادق. موريتانيا في ضيافة القمة العربية العنوان الأبرز الذي بدأت تفاصيله تتحدد شيئا فشيئا، وبدأت الملامح تتجلى في المواقع المفترض أن تأخذ جانبا من لوحة الاستضافة. وفي مختلف فنادق العاصمة بدأت جهود التنسيق لوضع طريقة عملية تمكن من تعزيز وتطوير الخدمات الفندقية باعتبارها جانبا مهما من المكون العام لتحضير الضيافة والاستضافة. في الواقع هناك فعلا تحسن على مستوى البنية التحتية في نواكشوط على الأقل، اللي كان يالله يواكبوا تحسن في نفس البنية والبنية الطرقية بالتحديد بين المدن اللي قاعد نحن نفصل فيها، غير نحن هناك ما عندنا لين نستقبل البرانيين قابلين عن جهد نصب على نواكشوط. أعتقد أنه بالقمم عادة الدول تبتنع عواصمها بالقمم، احنا هاي أول قمة كبيرة تنعقد فينا اللي نعودوا هاي الوتيرة اللي تماشت على المشي نقولوا الآن حقوا فيها هذا غيرتنا ومولين حاولوا أن نعودوا هدفنا أن نستضافوا قمم أخرى أكبر، قمة إفريقية تقريبا، قمة إسلامية، وبالتالي إذا يسمح بعنا دائما حد لا يتلقى البرانيين لابد أن يعدل حالته
ومن انتم دائما لا في استعداد ان نعدل حالتنا قد نعقب ونعود وقام معدلين حالتنا الروس ما معدلينها للاخرين. على جوانب متعدده يبدو ان الجميع بدا عدا تنازليا لتاريخ انعقاد قمه واكشوط التي ينعقد الاجماع على اهميتها في الزمان والمكان، في الوقت الذي ذكرت السلطات العليا في البلد ان موريتانيا جاهزه لاستقبال الاشقاء العرب لبحث قضايا شعوب الجامعه. والان لنا عوده الى التذكير بالعناوين. رئيس الجمهوريه يستقبل رئيس واعضاء كتله الوفاق الوطني والمستجدات على الساحه الوطنيه يتصدر جدول اللقاء. أزيد من 77 ألف مترشح في عموم التراب الوطني ويتوجهون إلى مراكز الامتحانات للمشاركة في مسابقة دخول السنة الأولى من الإعدادية. حكومة الوفاق الوطني ليبيا تعلن إحكام سيطرتها على مدينة سرت وتنفي تراجع قواتها أمام الهجمات الانتحارية لتنظيم الدولة. إلى اللقاء.